اهلا صحباتي الغزالات الفنات، وحشكم. الى توحشوني خليوا ليا واحد اللايك. كنت غابره ما كان عندي حتى حاجه، ما كنت بغيت نستريح شويه يا البنات، بغيت نقول لكم كنبغيكم بزاف. الى توحشوني خليوا ليا لايك 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 باش نعرفكم توحشوني. خليوا ليا كاملين تعاليق زوينه. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لفاس، كنا جينا سيدي حراجل. المهم صورت لكم في الانستغرام وداكشي، ما بغيتش نطول الفيديو. صورت صراحه شي لقطات في سيدي حراجل، ولكن خفت الفيديو يجي طويل ونقصت منه. وصافينا كنوريكم اشنو لابسه. وانا بابا اللي صاغ، انا اللي مشيت صايقه ورا صورت لكم فلوغ وانا صايقه زعما ملي كنا غاديين. ولكن صراحه كنت حالتي ومبهدله وطالع لي الدم حيت السقف الشمس، وبابا ما داش من الطريق الوطنيه، ما داش من لوطوروت وداكشي. والمهم هنا البنات، ودابا وصلنا للجريده جنان السبيل. جريده المهم جنان السبيل وصلنا ليها، شنو نتسراو فيها. قالك زوينه، ضرب هكا شي تصاورات وغنقول لاختي تصور لي. المهم انا نقول لكم دابا بالايفون، كاريتي صراحه واعره، ايفون 6 اس قادي الغرض. نتسراو ونشوفو، شوفوا الاضاءه واعره. المهم البنات، حنا فاس وجينا لجنان السبيل، واحد الجرده اللي غزاله بزاف 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 فنه. مازال دابا رغينا صاب الشتاء، انا كنظن كانت تكون احسن من هكايا. ماما. نعم. المهم ها ماما مفركسه بصح جليبيبه. المهم شنو نوريكم الاوتفيت ديالها. المهم جينا السنان، جينا السبيل، ندير لكم ان شاء الله دويره. وانتم معايا واحد معاكم، تبارك الله على الناس ديال فاس. ماما اليوم فين جينا؟ فين جينا اليوم؟ انا جينا، وفين جينا؟ جينا لجنان السبيل. انتم الاوتفيت، اوتفيت الاوتفيت ديال ماما. اوتفيت هانتوما، شوفوا تبارك الله عليك الغزاله. الله يبارك فيك. قولي تحيه للناس ديال فاس، هبطوا قولوا لنا في لي كومونتير. تحيه التحيه لكاع الناس، تحيه كاع الناس. ولكن دابا حيت حنا ماما في فاس يقولوا لنا مدينه فاس غزاله تبارك الله، الناس ديالها فنين، الناس ديالها نقيين محترمين ظريفين ظريفين. لا هما الناس ديال سيدي حراتهم ماما، ياك تحيه ليهم. حتى الناس ديال سيدي حراتهم كنسولوهم البنات كيجاوبوا، كلهم ناس مزيانين وقويين قويين كيحترموك. يلا اختي باي. ترجع. وهنا لقينا هاد الطاووس الزوين تبارك الله، ما شاء الله عليه كولور فيه كيحمقوش، سبحان الله ربي شنو خالق الزوينين. سيرتو واحد الواحد ها هو غادي نصور لكم فيه، واحد لا كولور زرق وخضر فريمون فن. وكتمدوا لهم الماكله كياكلوه، تيبداو مدينا لهم دوك البيومه ديال الماريه، بقاو كينقبوا 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 تبارك الله. صراحه سبحان الله هاد البلاصه زوينه جنان السبيل، تستاهل انكم تجيو هاد الجريده تجلسوا تجيبوا الماكله ديالكم تاكلوا تجمعوا الدنيا ديالكم. صراحه ما كيقولوا حتى شي حاجه، تجيبوا سير جوالي. المهم نتوما شنو بغيتو ونكملوا الفيديو. البنات مولات لي زاكسيسوار شرات انا صراحه انا ما كيعجبنيش، فايته ضيقه. دابا جينا للمدينه القديمه، صراحه حمقاتنا فاس والله، الناس ديالها ظريفين وحتى سيدي حرازم كلشي كلشي كتسولو مبشورين وظريفين. وصافي دابا حنا كنتسالو في المدينه القديمه، درت لهم البنات في انستغرام، درت لهم كلهم زعما شنو البلاصه الزوينه اللي كتاكلو فيها فاس. ولقيت واحد مول بلاكيور هنا ماما. نعم. لقيت واحد مول فلاكر مجموعين عليه، وقال له هو اللي كتشكروا اسماء شانيل. وشوفوا البريردات واعرين فنين صراحه. حمقتني المدينه القديمه، وكل ما كتسولي شي واحد كيعطيك واحد التاريخ في شكل. الناس ديال فاس خصكم تكونوا مفتخرين براسكم لانكم عندكم واحد التاريخ اللي زوين، مدينه كبيره. الناس ظريفين في المدينه القديمه، ظريفين 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 بزاف، تيعطوك تاكلي كيذوقوك من الريحه، تيذوقوك من داك الحلوه فريمون. الله يعمر لهم الدار. خدينا شباكيه فنه عند واحد الواحد في الاول، هذه ما عرفش شنو سميتها. المهم داك الشيء غزال بزاف. Thank you.
ثمانية البنات دخلنا لواحد البلاصة دايره بحال ما عرفتش مهم محل ديال هادشي القديم الاثري، عرفتي البنات المرايس كيدايرين بحال داكشي اللي كنشوفو في الافلام رمانة برطال وداكشي، ما عرفتش البنات واش باقي الناس كيديروا هادشي، واش عندكم نتوما شي جداتكم عندها شي رياض فيها هادشي؟ فريمون داكشي ما شاء الله كيحمق تراثي 100%. راه كنعاود نقول لكم الناس ديال فاس راكم محظوظين، مدينه عريقه مدينه زوينه، وهادشي البنات عرفتو زوين واخا غالي ولكن راه كيحمق تاخذوا هكا دي زونسومبل وداكشي. كما قلت لكم انا ان شاء الله نتحولوا ونبقى ناخذ داكشي زوين. هنا زدنا واحد المحل كيبيع كاع البريوات، كلشي اي بريوه ديال الحوت ديال الكيري اي حاجه، وصراحه عنده داكشي زوين وكيسخنوا ليك في الميكرووند وكتاكلي. البنات كما قلت لكم حنا باقيين في فاس، خديت بريوه ديال الدجاج 800 درهم. المهم انا كنقول لكم الاثمنه. شنو خديتي انت؟ خديت بريوه ديال الحوت شعيه سنيه. لا هنايا صحباتي جينا لدار الدباغ اولا الدباغ، المهم ما عرفتش الناس هنا تبارك الله خدامين على راسهم كيديروا داكشي ديال الجلد، عرفتوا يا البنات والله العظيم الله يحسن عوانهم. كانت واحد الريحه زعيقه ولكن هما مولفين، طرت الخبز صعيب وكل واحد كيفاش كياخذ. هنا دخلنا الجامع ديال مولاي ادريس الازهر، لما خفت نكذب في السميه صراحه غزال ما شاء الله، واخا كاين شويه ديال الاكسداد ولكن ماشي مشكل، كل يدير غير الكمامه ديالك باش هكا تفاديا الكورونا. صراحه غزال ما شاء الله، كالاذان كيأذان ديت الله وديت معاكم، وكنبقى نقول ديما يا ربي تسالي على كاع البنات اللي قلبهم زوين. وكاين واحد الواحد تمايا وقال هذاك مولاي درس الازهر هو اللي دافني تما، ما عرفت صراحه. كانوا الناس يدخلوا لي الشموع وتيديو مع هذوك التخاريف، ما ديروهمش البنات وما تامنوش بهم، راه ربي بوحدو اللي كيعطي. ونزلنا لواحد المحل في المدينه القديمه، كلينا خدينا شليضه، خدينا مريقه، الشليضه هذه كانت 20 درهم، الطويجنات كانوا ب 40 درهم. انا زعما كما كانوش معايا وليا كنت ناخذ غير بريوات وداكشي، ما راكم عارفين هما غادي يبغيو مريقه وداكشي. وجبنا الكريشه ودابا غادي نديكم لواحد البلاصه اللي المنظر ديالها ما بانش في التليفون صراحه، بلاصه اللي فنه بحال واحد البرج وكتقطلوا منه، ما حنا ما طلعناش حيت كان مشي الحال، بقينا كنطلوا غير من التحت. وهذا مكان، هذا واحد الوليد كاين في سيدي حرازم كيدير معقوده فريمون يا البنات، عنده معقوده بنينه هاد البلاصه ما عرفتش سميتها، المهم سيدي حرازم حجيبات ولا المهم ما عقلش، عنده معقوده بنينه بالثومه يا البنات، وقصبر ومعدنوس وداك الزيت نقيقي. واحد الدري الله يعمر ليه الدار، الا مشيتو تما البنات خذوا سندويتش ديال المعقوده حيت تحمقوا عليه. المهم راكم عارفين الوالدين ما غاديش ياكلوا داكشي الزيت، وهذا طيبنا الروز طيبات اختي، حطينا بريوات وصافي. ودابا اشنو غادي ندير؟ غادي ندير لكم جوله في هاد الدويره هذه اللي كرينا. تخيلوا يا البنات كريناها ب 100 درهم، البلاصه كالم، الناس اللي يعمر لهم الدار سواء ديال فاس ولا سيدي حرازم تبارك الله المعامله غزاله. سولتهم على شي حاجه، المهم البنات راه غادي نخلي لكم النمره ماشي اشاره، راكم عارفين هاد الناس مساكن ما كيعرفوا لا اشاره لا شي حاجه. كرينا الدار ب 100 درهم، كاين الدوش باقا مجهزه غزاله، الماء سخون، المويعنات كتقول لها جبيه المويعنات كتجيبهم لك ديك الساعه، المره اللي يعمر لها الدار ما كاينش اللي يدق عليك، والفراش يا البنات نقي 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 ما فيش حس الريحه. حنا دينا الكواش قلنا غيكون داكشي مسخ، راكم عارفين ديور الكرا، ولكن راه تبارك الله المرا حادقه كلامطات نقيين كلشي نقي غزاله غزاله. راح ديك المره قلت لكم نخلي لكم النمره، قلت يا رجوار ما خليتيهاش ونسيت، دابا غادي نخليها لكم. هاد فغوم يا بنات تستاهل، هذا بيت نعاس ماريو كبير نقي نقي مصبن، داكشي كتشمو فيه ريحه الزيت، و100 درهم زعما غير اللي ما بغاش وصافي. وصافي دابا جينا لمولاي يعقوب نضربوا فيه دويره، ما بغيناش الصراحه ندخلوا لذاك الحمام، راكم عارفين كورونا والزحام. وصافي جينا ضربت لكم دويره خفيفه ديال بحال شي سيدي حرازم، حتى هو حاطن فيه داكشي ديال لي زاكسيسوار وكاينه شويه ديال الطبيعه. وصافي سيدي حرازم راه الناس عارفين، راه تشوفوا في يوتيوب غادي تلقاو، حقاش راكم عارفين الفيديو غادي يجي طويل. وصافي دابا حتى تغدينا وسالينا، تغدينا في الكامون صافي، هنا راه جايين بحالنا. عاد صورت لكم التواصل من الحوسين كوتليت غزال عندهم نص كيلو الزربه. اشنو خديت باش ما يجيش فيديو طويل بزاف؟ صراحه كنت بغيت نكون جالسه قدام الكاميرا كنصور لكم مي خفت الفيديو يجي طويل. خديت هاد الكاسكيت اللي خارج دابا طوندونس، ها هي البنات فنه ما لقيت. خديت هي البنات الصرغينه، ياكو الصرغينه عرفتوا ريحتها هي البنات الزهر يا البنات كتحمق، اوه ريحتها واعره. وندمت حديت العود اللي زوين بزاف، هذا راه اوريجينال، هاد شويه هادي ب 30 درهم عند واحد السيد اللي عمر ليه الدار، عرفتوا ديك كيخلي ريحه كتسطم، ماشي داك العود المجهد، ماشي داك العود الخايب، ماشي داك العود. وخديت الحلوه هادي نخليها عند راسي نتشهى شي مره، وعاد خدينا الحلوه ديال الدار. المهم هادي حليوه، المهم البنات هادو خدات من اليوم ولات الكوزينه عقلت على هاد والله الا كيجيو كيوت. وهاد لقيق هذا بدرهم،
هادشي بهذا بدرهم، هذا بخمسين، كيسطيو. خديت بزاف لخواتاتي وداكشي، عرفتو كيجيو فنين مع الكسوات ديال الصيف. البنات اللي مشيتو سيتي حراز ما يخدهم، راه كيتباعو شائين بالثمن وفي بلايص وحدين اخرين بالثمن. خديت كاع اللوينات اللي كاينين، خديت خواتاتي ضروري نجيبو لهم الباروك، كيجيو فنان في العنق. وكيسطي البنات، كيجي في العنق فن، ماشي مع ماشي غير في الصيف، اي بلاصه زعما في جميع لي سيزون تلبسي مع اي حاجه. خديت هذا العالم سميتو، هاد اللون هذا واخا راه ما عجبنيش بزاف هاد السومو، مي حيت هذا قصور وانا بغيت نديرو قصير، الاخرين شويه طوال. انا مع راكم عارفين كنناري عنقي، بغيت نلبسو قصور مع الكسيوات، هذا قصير. وعندك حتى هذا، وخديت هاد الحلقات كيحمقو. المهم هادشي درهم 50، هادو 30 درهم كيحمقوا، انا غادي نحلهم. المهم البنات الحلقات خديتهم 30 درهم كيحمقوا اسي، كيجيو فنين. انا كنموت على هاد الحلقات، كيكون فيهم هكا السنيسله مدليه، ديما كنت زعما كنبغيهم وما كنلقاهمش، كيجيو واعرين. وصافي هادشي اللي خديت، شكرا بزاف حيت تفرجتوا فيا. ما تنساش انكم تخليو ليا بزاف ديال لايك، كنبغيكم بزاف. باي.